الدرار، ويتخلل ذلك بعض المصائب لحكم ومصالح قدرها الحكيم الغفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد عالم الأسرار ومدبر الأمر في الليل والنهار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المختار، وصفه رب العالمين بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الأخيار، ضربوا أروع الأمثلة في بذل الخير ونشر الحق، فكانوا من أفضل الأبرار، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا أيها المسلمون، نوصيكم بتقوى الله تعالى التي أوصى بها الأولين والآخرين، قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وبتقوى الله تتنزل الخيرات وتبتعد المصائب والمكروهات. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وتقوى الله تتمثل في الإقدام على الطاعات والإحجام عن المعاصي والسيئات. وأعظم خصال التقوى توحيد الله وإفراده بالعبادة، بحيث لا يصلى إلا لله، ولا يدعى إلا الله، ولا يعبد أحد سواه، لا بذبح ولا بنذر ولا بغير ذلك من أنواع العبادة. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهذا هو مقتضى شهادة التوحيد لا إله إلا الله، وقرينتها شهادة أن محمدًا رسول الله. قال تعالى: ما كان محمدٌ أبا أحدٍ من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليمًا. وحيث يطاع أمره ويصدق خبره، ولا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومساجدها وأسواقها وآبائها. لقد أكمل الله الدين فلا يحتاج إلى أن يزاد فيه، وذلك عين وذلك عبر الإحداث والبدع. فهذا مما ينبغي أن يكون للمسلمين مجال فيه وفي إنكاره، أعني البدع والإحداث في الدين.
وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن في يوم عرفة اليوم، قال صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وإيتاء الزكاة بإخراج جزء يسير من المال لمستحقيه، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. كما ذكر صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، أي يطهركم، ويعلمكم الكتاب والحكمة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فبعد أن امتن الله تعالى ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم أوصى بالشكر والذكر والصبر على ما يقدره سبحانه وتعالى، وإن من صفات أهل التقوى الصبر على الأقدار المؤلمة. قال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أيها الناس، إن الحياة الدنيا لا تسلم من المصائب، ولذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصبر، حيث قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكيف لا يصبر العبد وهو مؤمن بالقضاء والقدر، مؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وبأنه لو اجتمع من في الأرض فلن يستطيعوا أن يدفعوا عنه قدر الله، حيث قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذه المصائب تجعل العبد يتذكر النعم الكثيرة والخيرات الوفيرة التي وهبها الله للإنسان. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهذه المصائب تعرف العبد بقدرة ربه، ومن ثم يعود إلى الله متضرعاً طالباً رجاءه ومغفرته. قال تعالى:
وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذه المصائد تذكر الناس بالآخرة وتجعلهم يستعدون للجنة التي لا مصائب فيها ولا أحزان. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وبهذه المصائب يحصل اختبار العباد والتمييز بين أهل الصبر وأهل الجزاء. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إن الشدائد مهما عظمت فإنها لا تدوم، ورحمة الله أوسع وفرجه أقرب، وقد وعد الله بالفرج والتيسير. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه المصائب تفتح أبواب طاعة الله تعالى بالتضرع إليه في دفعها قبل وقوعها، وفي فعل الأسباب المؤدية لرفعها بعد حصولها. وقد جاءت الشريعة الإسلامية المباركة بعدد من الإجراءات المؤدية إلى ذلك، فقد جاءت التوجيهات الإلهية للتعامل مع المصائب والمشكلات المالية والاقتصادية بما يحقق رغد العيش للخلق. فمن ذلك أن الشريعة الإسلامية رغبت في الاكتساب والإنتاج ومزاولة الأعمال، وحثت على التجارة، وجعلت الأصل